وأي كمال ذلك الكمال؟ فالكمال كل الكمال. إن سئلتم عن أيام التاريخ وأخبار الليالي، لا يوجد وقت ولا زمن أكمل من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فبمجرد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويبدأ النقصان. يقول أنس رضي الله عنه: والله ما إن نفضنا أيدينا من غبار قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنكرنا قلوبنا التي في الصدور. فبدأ النقصان بموت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. بل جاء عن بعض السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الناس في دين الله أفواجا قال: وليأتين على الناس زمان يخرج الناس من دين الله أفواجا. وهذا حصل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فأنقذ الله عز وجل الأمة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقام مقام الصديقين مقام النبيين، ودعا إلى الله عز وجل وحارب من خالف أمر الله سبحانه وتعالى.